بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. شكرا. هي اولا انا كما جد فخور ديجا متواجد هنا في هذه الندوه الصحفيه اللي نشطها السي الامين العام برباري، وكانت واضحه بالمعنى وبكل كما يقول بالارقام وكل شيء، لكن احنا نخرجوا من هذه الارقام ونخرجوا من التصريحات الملزمه. احنا كرياضيين متابعين للرياضه الجزائريه جد فخورين بالنظام الجديد الذي استوعب الجزائر انه تابع الرياضيين بالصغيره والكبيره. الحمد لله اليوم توقعات كما يقول فوق الورق او في المضمار اذا تكلمنا على العاب القوى او رياضات اخرى تخلينا نطمحوا بميداليات ان شاء الله. احنا نحن واش نتمنوا اليوم؟ نتمنوا انه هذا الرياضيين نكملوا في كما يقول لك هذا لالونسي اللي درناها معاهم انه نحموهم. الان الحق وقت الحمايه، لانه التحضير خلاص ندار، بقاو كيما حنا نقولوا امور صغيره، رتوشات صغيره هي تخص الطاقم الفني لكل رياضي. الان احنا كرياضيين او متابعين او صحفيين او كيما نقول لك انفلونسور، لازم نحمو كاع هاد الرياضيين من كل الجوانب، سيرتو الضغوطات اللي تكون كيما يقول لك سلبيه من قبل البطوله. فوالا هي. شوف انا قلت لك انا جد سرور، لانه كي تكون دعوه هكا من اللجنه الاولمبيه للرياضيين سابقين في الحضور في هاد مثل هاد المحافل، هي توري باللي ان الرياضه الجزائريه عاود تولات الى طريق او انتجهت كيف شغل دارت اتجاه جديد، انه كل اي انسان يقدر يكون ويجيب كيما يقول لك ان بلوس للرياضه الجزائريه يكون حاضر، وهذا نشكرهم عليهم. هي شوف الكل يعرف انه اول خطاب اللي كان رئيس الجمهوريه انه الرياضه تكون نقطه مهمه وجداره للبرنامج تاعو. اهم شيء انه الكلام ما كانش الا كلام على ورق او كلام مسموح، تسدى بمعنى الكلمه، لانه احنا نتابعوا ونشوفوا ونسقسوا كما احنا نقولوا كما كنتو لي زالجيريان تبعوا كرياضيين كشعب، انه رئيس الجمهوريه عبر وزيره الشباب والرياضه عبد الرحمن محمد انه رافقوا الرياضيين. وشفنا الرقم اللي قدمه السيد برباري اللي هو 280 مليار سنتيم، رقم جد معتبر مش نقولوش خيالي لكن جد معتبر، لان هو اموال حطوها، هذه الاموال تحطت بعد طلب كل طاقم فني للرياضي. يعني الى الطاقم الفني مثلا طلب مليار سنتيم يعطوا له مليار سنتيم وهاك راح تخدم، والباقي كما قلت انت الان باقي لهم بك يحققوا ويتوفقوا ان شاء الله، لان التوفيق من الله سبحانه وتعالى، ان شاء الله يتوفقوا في العمل تاعهم. نفس النصيحه اللي قدموها لي قبل ما نروح لباريس، اللي هي العلم 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 سي تري امبورطون. مو جو ديار تو لي اتليت سون بريسيون اوكون، بدون اي ضغط، بدون اي ضغط. كاينه حاجه اللي تقدر تخليك حافز اكثر من المال، اكثر من الشهره، اكثر من اي شيء. زير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.